احد الاسباب اللي خلتني اشتغل مشاريع صغيره. نعم، وبقى ان احنا نوقف عند رقيط والصراع على الرمال. راح نرجع الى هذا الدور اللي اسرنا ايضا في موسم رمضان الماضي، نلتقي بعد قليل. أحس بالأمان والفرح حين أشوفها، أشوف عيونها الحب. هي الوحيدة اللي كانت تحبني والكل يكرهني. أنت خابر غلطك بقلوبنا أنا وعبيد. أنتم تخافوني وتشوفون مصلحتكم معي، لكن هي تحب ذياب بذياب مثل ما هو، كل علل الزين والشين. تعرفون الخسارة اللي حسبها الحين. لا تسولف عن الخسارة كأنها لابد واقعة، عسى الله يشفيها. البشارة البشارة يا دياب البشارة. قل لي يا عبيد ولا طيل الهرب. يقولون ان عامر بيقضي تالي العمر مشلول. قلبي يتقطع على ولد عمي المسكين، طارت من يده الشيخة، شيخ الحنظل. ما يصير يكون معطوب ولزوم يقف على رجولها. لا تحسبونها شماتة، اللي جرى بيقودني للي أبيه. عامر اللي بغاه أبوه يكون شيخ حكم عليها القدر وأصبح قعيد الفراش، ودام القدر بجالي لابد أكون الشيخ مهما كان الثمن. كان المشهد الأخير؟ المشهد الأخير؟ لا، مش المشهد الأخير، بس ما قب يعني لا هي بال لا هون بالفترة بنص المسلسل بس كمان الختام كان بال إيه تماما بيطلع هو بيتحول لذئب بيهرب. طبعا هي نهاية شوي حلوة وفيها مباغتة معينة. رقيت هذا الدور اللي انت راهنت ايضا بهذا الدور، وقلت انه هو هذا المسلسل راح ياخذ المسلسلات البدوية الى منحى اخر. طبعا تجربة ممكن نقول في حساسية مغايرة مع الأستاذ المبدع أيضا حاتم علي. أنا بالنسبة لي فعلا هذا الدور يعني كان تحدي كبير، يعني خاصة أنه هو البطل المطلق إذا بدك. بالنسبة ل محور الشر إذا بدك، أو الخط السلبي مسلسل. مع أنه أنا حتى هيك شخصية اللي هي فيها شر، كم كبير من الشر، أنا بشوف لها في مبررات. لأنه بدي أشتغل الدور، أنا كيف بدي أطلع هذا الكم الكبير؟ يعني ربما ما في حدا إلا في بداخله شيء من الشر. بس هون عنده في مبرراته الفظيعة، أنه يعتقد بأنه الشيخة هي من حقه، وبالتالي يعتقد كل اعتقادات بالنسبة له وراسخة أنه هو لازم محارب، أنه هو كل الناس ضده، أنه هو مرقط الوش وعنده تشوه، الناس بتنفر منه، منبوذ. فهو منبوذ دائما، بحس أنه هو لازم ياخذ حقه. شو اللي اضاف لك هالدور؟ اضاف لي كثير. اولا يعني على صعيد البحث مع مخرج مثل حاتم علي، كانت بالنسبه لي يعني تجربه جديده كثير. زائد انه كيف انا ممكن اعمل دور بهذا الكم الكبير من الشر بعد هذا الوقت، مرور هاي السنين من الشغل، وكيف خلي المتفرج يكره الشخصيه. تحدي هو ما يكره الممثل، وبعتقد توفقت إلى حد كبير بهذا الموضوع. مساحة الدور الكبيرة عندي، كان حلم دائما اشتغل شخصية ريتشارد الثالث بالمسرح، يعني بالمعهد ما اشتغلتها، اشتغلت شخصية تانية. شخصية ريتشارد كتير شخصية غنية وفيها كتير مركبة وكتير مستويات أدائية عالية. ربما في تقاطعات بين رقيت وبين ريتشارد، فكتير كانت مغرية بالنسبة لي. وأنا بشوف هيك شخصيات هي مغرية للممثل بشكل كتير كبير، لأنه فيها تحدي وفيها مساحة للتعبير غير عادية. نعم. والانتقال من 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 حالة شعورية أدائية إلى أخرى. جميل. بشكل مرن
لا كانت تجربة كتير مهمة بالنسبة لي. نعم. ما ممكن أني ألم بكل أطراف مسلسلاتك، وين حاولت شوي يعني في مقاربات كانت بين التلفزيون وبين المسرح. سمعت منك توصيف حلو هيك مهضوم يعني أنا اختلفت وين اتفقت معك. التلفزيون بيحقق الحياة الكريمة وبيعطي كرامة للفنان، المسرح بس بيعطي الكرامة وما بيعطي الحياة الكريمة. بين التلفزيون والمسرح نروح للمسرح شوي، شو اللي بيخليك اليوم بتراهن على المسرح وبترجع للمسرح؟ مساحة الحرية بالدرجة الأولى للتعبير ولا أقول الشيء اللي أنا بدي أقوله، خاصة أنني أخرج النصوص التي أكتبها. يعني أنا النصوص إن كان صدى فوضى تكتيك هي نصوص أنا كتبتها. نعم. أنا ما كتبت للتلفزيون، كتبت للمسرح. نوقف عن تكتيك، نبدأ بتكتيك يمكن نبدأ آخر عمل لك واللي أثار كثير ممكن نقول ضجة بالصحافة وقرأت مواد كثيرة مع وضد هذا العمل. تكتيك الحركة بطلاً، تكتيك الأسلوبية الإخراجية للعمل تؤكد امتلاك عمايري دون شك مقومات متطورة حقيقية لقيادة دفة العمل المسرحي. تكتيك تتحدث هذه المسرحية عن مشاكل الأسرة بشكل عام والانفصال وتأثيره على الأولاد، رؤية جديدة ومختلفة من الفنان عبد المنعم عمايري. راح نشوف مشهد من مسرحية تكتيك مع المشاهدين. حط عينك بعيني. لا 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 لا، حط عينك بنص عيني. خطرة مبطر رجال فحلو رجال، عامل لحالك وانت ما بتنام غير يا مع الأخبار يا مع الكنباية، أساس رفقاتك أحسن أرقى لقمان حكيم ولا عبد ولا كل موسش فيكم الله مولاه. من وقت اللي كنا بالبيت القديم كان كل واحد يجي حامل تحتي ضبطها وريحة على وأفكار أفكار 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 نهار الاتحاد السوفيتي ترحموا على ألمانيا الديمقراطية، ومين البطل اللي بده يروح يجيب حجر من جدار برلين ليسنده تحت صورة لينين، وأنا مصمودة كل الوقت جوا بغرفة متربتين مع بنتك اللي عمرها سنتين ودرجة حرارتها 40. طب هدي هدي استني خبر راجل خبر راجل تكتيك وتجربة أخرى مع الفنان حقيقة المبدع فايز قزق ومجموعة من الممثلات الشابات. يا ريت تعطيني فكرة عن هذا العمل. طبعا في عناوين كثيرة كمان انت يمكن ما راح نمرق على بعضهم شوية. أوكي. لا هي الحقيقة يعني عملت حضور عالي بكثافة الناس اللي اجت على المسرحية. التجربة الثالثة مثل ما قلت لك يعني كان لازم يكون في شيء له علاقة بتطور على المستوى الإخراجي وعلى مستوى النص وعلى مستوى التمثيل بالنسبة لي. تكتيك يعني فكرت بهذا الوقت أنا أنه عن شو بدي أحكي عندما بدأت بكتابة النص. تكتيك يعني بتحكي عن الأسرة بشكل خاص، بس بتحكي كمان عن الأحداث المحيطة فينا. يعني أنا بمنطقة ساخنة جدا، الحروب موجودة بشكل كبير، الفقر اللي صاير موجود بالعالم، المسائل الكتير، العنف اللي موجود بالعالم وموجود صار لايف على شاشات التلفزيون مع الأسف. يعني انت بصرتي صار بيدخل العنف على أي بيت، فما هو انعكاس هذا العنف على الأسرة يلي عم يصير بالعالم ككل بالحروب يلي حوالينا؟ فأنا قلت العنف الأسري بدي أحكي عنه بس بطريقة مختلفة، حتى ما أحكي نشرات أخبار لأنه ما أنا مهمتي هاي ولا فكر أني أشتغل بهذه الطريقة. فحاولت قدر المستطاع أني أنقل هذا العنف يلي موجود بالعالم وهي الحروب على أسرة، على الأسرة وتأثيرها على الأولاد. العنف سينعكس فيما بعد على العنف على الأولاد من خلال قصة أب وأم مختلفين فكريا، وبنتهم يلي بتقرر تترك البيت وتهرب وبيبلشوا برحلة البحث عنها وبيلتقوا بنماذج كتير، وكل نموذج بيلتقوا فيه هو عنده مشكلة الأم والأب وعنده مشكلة العنف الأسري. نعم،
يمكن احنا حظينا بمشاهدة المسرحية، لكن احنا حابين ايضا يعني ان المشاهدين ايضا يتعرفوا على مسرحك. يعني هذا المسرح، يعني هذا العرض ممكن يسافر خارج دمشق؟ هلا كل العروض السابقة، كل العروض اللي اشتغلناها ان كان صدى ولا فوضى سافرت على مهرجانات وعودت اما بالقاهرة او بقرطاج. حاليا عم بطمح انا او اتمنى انه هاي المسرحية تروح مو بس على الوطن العربي، يشوفها كل مشاهدي الوطن العربي، وانما الجمهور العربي المسرحي، وانما تسافر الى اوروبا وامريكا. جميل. لانه فيها شيء مختلف. نعم. بالنسبه لي الايقاع السريع. نعم. اخذ عليك في المسرحيه بان ايقاع العمل كان سريع جدا، يكاد يقطع انفاس المشاهد، نماذج من قاع المجتمع كما قرانا بانه يؤخذ عليه السرعه الكبيره في الحوار. ايش رايك بهالموضوع؟ بوجهه نظر يعني هو الفن، فن المسرح هو يعني فن ديمقراطي بامتياز، ويفسح المجال لكل شخص أن يقول رأيه، وهذا أمر طبيعي. بس أنا بشوف هو خيار فني أن الإيقاع في المسرح هو بالدرجة الأولى بالنسبة لي، الإيقاع السريع. وكلمة إيقاع سريع يعني مو معناتها أنه الناس تحكي بسرعة، بس لا، ممكن تحكي بهدوء ويكون إيقاعك كتير ناري. فأنا لا أبحث، لأنه أنا في عندي الزمن المسرح فن التكسيف وفن الدلالة وليس فن السرد وفن الإطالة والمط. لا، أنا بشوف أنه أنت من خلال ساعة ونص أو ساعة ستقدمين مجموعة كبيرة من الأفكار وأشكال أدائية مختلفة، وستقدمين الفرجة. نعم. اللي هي بالدرجة الأولى أنا بالنسبة لي مسألة أساسية. وأخذ عليه بأنه كان في هروب إلى الاستعراض الراقص، ماذا تقول في ذلك؟ لا، هو خيار كمان مثل ما عمل لك. المشكلة أنه نحن بنقول فن ديمقراطي، بنقول وجهات نظر، وانا هي مساله بدي اوقف عندها شوي. حقيقه بنقول وجهات نظر. انا اول شيء بشكر كل الناس اللي كتبوا، ان كان بفوضى تحديدا لانه اثارت جدل كبير وكتبت مقالات. طب هذه حاله صحيه هذا؟ بالتاكيد الجدل. انا بشوف حتى اللي بيكتبوا بصفحه الحوادث وكتبوا هلا عندي، يعني انا كمان بوجه لهم تحيه، برافو يعني انه عم تكتب. بس المشكله انه وجهه النظر، كل واحد بيقول لك وجهه نظري. طب وجهه نظرك على انه اساس مبنيه؟ يعني يجب أن يكون هناك أسس لوجهة النظر، وخاصة عندما تتحدثين بالمسرح وجهة النظر على أساس مبنية، إنه وجهة نظري مبنية على أساس علمي، مبنية على أساس شو عم بتشوف، ماذا تشاهد. يعني فهي هي المشكلة اللي أنا بشوف إنه الكتابة في النقد المسرحي تحتاج إلى إعادة صياغة. نعم. في 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 سوريا وفي معظم الأماكن. نعم. لأنه النقد حالة تتبع المسرح، ومسرح كونه ما له بأحسن أحواله، فبالتالي لن يفرز نقاد او هذا يوجد. معنا في عندكم نقاد، يعني في نقاد مع الاسف ما عم يكتبوا نقاد. قاعدين بيتفرجوا بس ما بيكتبوا. بس في مجموعه اشخاص، مشان ما نعمم، في مجموعه اشخاص حقيقه. نعم. وانا بحترم رايهم حتى لو كان سلبا. في فيما اقدم احترم رايهم واحترم اقلامهم. ومنهم من كتب العمل قدم مستوى من الاداء التمثيلي يليق بسمعه ممثلي، وكتبوا انه ايقاع مغاير كاسلوب اخراجي. يعني كتبوا حتى عن تقسيم العرض وفي خط بنيوي، يعني في نقد جميل انا قراته. لا يعني أنا مش أنا انطباعي. مش تمام. انطباعي. هلا قلت لك هن بينعدوا يمكن على الاصابع، بس انت عم تحكي على كم؟ اكثر من 200 ماده. فانت بدك تحكي انه خمس مواد دخلوا بصلب